السلامة يسكر بالأمر. إيه إيه أنت ولا أنت اللي راح تشوف الفيديو. اليوم موضوع مهم جدا هو موضوع زواج للمراهق الحركي. اليوم نحب نشارككم قصة صارت لي صديق منذ سنوات. وبيان سور ما نمدلكمش اسمه، نمدلو اسم مستعار هنا باش ما نجرحوش العائلة ديالو، لأنه وفاته المالية منذ 4 أو 5 سنوات. وهذيك الحكاية قصها لي لأني سألته كيفاش قدر حتى وين يتزوج. لكن قبل ما نبداو الحكاية ديالو، قبل ما نشاركها معكم، غنحاول نحكي لكم حكاية صارت لي شخصيا على مواقع الاتصال الاجتماعي، وين شاركت صورة. هذيك الصورة شاركت الصورة وحطيت عنوان هل المعاق الحركي بمرض عضلات له الحق أن يتزوج أم لا. لحقتني تعليقات إيجابية كثيرة، ولكن مع هذه التعليقات الإيجابية لحقني تعليق سلبي، وين ما نكتبش عليكم حطمني نوعا ما في حياتي اليومية. وين كي نخمم نتزوج نفقد الأمل وتتحطم المعنويات ديالي غير على جال هذاك التعليق. التعليق هذاك واش يقول؟ هو تعليق من فتاة قالت لي هذيك الفتاة أنت كمعاق حركي بمرض عضلات ما عندكش الحق أنت تتزوج، ما عندكش الحق يكون عندك أطفال. كتبت لها تعليق وجاوبتها، قلت لها قولي لي لماذا. قالت لي لأنك معاق حركي دونك الزوجة ديالك تتعذب وتزيد تجيب معاك أطفال معاقين دونك دوبل طرافاي دونك راح تتعدم معاك. قلت لها وانتي شكون قال لك بلي الزوجة ديالي تقدر تجيب أطفال معاقين؟ العلم لله، مقدرش نعلمه بالغيب. قالت لي لا، قالت لي ما تتزوجش وحرام عليك وسيبا نورمال تقدر تخمم في الزواج. anyway والله جاوا تعليقات بزاف، ومن هذوك التعاليق تعرفت على اناس كثيرين اللي ضلعوا لي المورال، وكاين اللي مازالوا اصدقاء معايا والحمد لله. انا اللي حاب نلحق ميساج لهذيك الفتاة وجيسبر مازالها عايشه ومازالها متذكره التعليق ديالها. انا حاب نطرح عليها سؤال باسكو هذاك ما نقدرش نطرحه. اسكو انتي راكي ضامنه ما توليش معاقه في هذه الحياه؟ تزعفي تطلع لك لا طونسيون وطيحي تقعدي هكذاك معاقه، معاقه حركيا وذهنيا، تولي ما تقدري تقعدي، ما تقدري تاكلي، ما تقدري تخرجي، ما تقدري تلبسي، ما تقدري ديري والو، لازم دايما يكون معاك واحد. يا سيدي ماشي تطلع لك لا طونسيون تخرجي للشارع تضربك طوموبيل تولي معاقه حركيا. واحد ما راهو ضامن نفسه في هذه الحياه، ما لازمش تخمو بالتخمام تاع المعاق، ما لازمش يدير والو. سورتو في المجتمع الجزائري، المجتمع الجزائري حاقرين بزاف لي زونديكابي، وساشون بلي لي زونديكابي كي تعطي لهم فرصه صغيره كي نقول صغيره يقدروا يديروا العجب. انا عندي حكايات بزاف على لي زونديكابي اللي نجحوا في هذه الدنيا، كسوا في المارياج كسوا في الخدمة كسوا في لافي ديالهم. عندي قصص كثيرة لك حيب نحكيها لكم، خليولي لي كومونتا. انا حيب تاني نقول حاجة لهذيك الفتاة بلي انا سقسيت طبيب وين درنا لي زاناليز واحد العام، سقسيتو اسكو عندي الضروات نتزوج. قال لي انت يا تقدر تتزوج تقدر تجيب مام 12 ولد الى حبيت. قال لي لو سول بروبليم لي كاين سي كو لو جان تاع لا مالادي هادي لي عندك نتايا ماشي نتا لي تمدو، ماشي الذكر لي يمدو بل الانثى لي تمدو. قال لي نتايا تقدر تجيب ابناء اصحاء. قال لي لكن الاخت ديالك عندها ان بورسونتاج تقدر تجيب اطفال معاقين. anyway دونك تخمم هذا لي قالته لي الطفله كان خاطئ، وانا هذيك لا بيريود خليتها كتبت لي كومونتير اللي حبت باسكو كنت حابب نشوف لا موطاليتي تاع الناس. مي هذاك لو كومونتير سبيسيالمون حطمني مورالمون، باسكو انا نتكلم على الزواج نتكلم عليه بكل فرح وسرور، لكن 10 دقائق ابري نبدا نقول
الوقت عندها الحق، ما لازمش نتزوج نخاف من عنده بعد كان مرة نحاول نتزوج بها. دونك الكلمة السيئة شوفوا واش تقدر دير، تقدر تحطم الإنسان. كلمة سيئة كالرصاصة اللي تخرج من المسدس، تقدر تقتل، تقدر تجرح، وهذاك الجرح ما يبراش كاع. افي دونك لازم قبل ما تهضروا لازم تخموا واش تقولوا اون فاس هذاك الانسان اللي راه مقابلكم، ولا الانسان اللي راه يقرا التعليق ديالكم. anyway نوليو للحكايه تاع هذاك الصديق اللي كنت حاب نحكي لكم حكايته. الصديق هذا عنده تقريبا نفس المرض كو المرض يعني هو مرض العضلات. انا ماشي على بالكم لوميوباتي عندها اكثر من 400 نوع، وكل نوع كاين لي خفيف وقد ما يمشيو يصعب. وهو كان عنده ميوباتي صعيب على ديالي، وين فقد المشي قبل مني، وين فقد حركة الايادي قبل مني. لكن الانسان هذاك ما شاء الله كمل قرايتو ولا انجينيور ولا انفورماتيك. واش دار هاد الانسان اللي سميتو سمير، ما نحب نبدا اسمو الحقيقي، هو من ولايه باتنا، الولايه نقدر نبدأ لكم، ومن ولايه باتنا. سمير هدايا انجينيور ولا انفورماتيك، قدر بالخدمه ديالو بالمصابره ديالو يبني منزل، والمنزل هذاك بناه كيفاش نهار يتزوج الزوجة ديالو ما تتعذبش. بناء البيبان واسعين، حاشاكم صال دو بان واسعة، لي سانيتار عزكم الله واسعين، يقدروا يدخلوه بلا ما يتعذبوا. دار لي رومب في الدروج، دار كلش كيفاش يقدر يعيش بلا ما يتعذب هو، بلا ما يتعذبوا لي يستكلفوا به. المرة الأولى اللي ديسيدا يتزوج راح خطب وحدة انجينيور في الضمان ديالو اون انفورماتيك، ما قبلتش به. وعلاش؟ لأنه معاق. إيبورتون الإنسان يصلي ما بالإعاقة ديالو، يصلي خدام وعنده دار، ما عندوش سيارة باسكو ما يقدرش يصلي، لكن يقدر يوفر للمرأة ديالو كل شيء، عنده برك الإعاقة هذيك. زاد خطب الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، إيه سمعتوا بيا، خطب 7 مرات. آخر مرة فقد الأمل، عيط لصاحبه نسميوه محمد قال له لازم نتلاقاو في القهوة تحكي لي واش صرالك. راحوا للمقهى قعدوا هكذا شراو قهوة وكسانيت. قالوا واش قبلوا؟ قالت المرة قالوا ما قبلونيش. قالوا دائما نفس الحكاية؟ قالوا دائما نفس الحكاية، ما يقبلونيش لأنني معاق. قالوا إيبورتون عندي كلش، عندي دار خدام، نربح تخي بيان ما في. قالوا مي ما قبلونيش. قالوا خلاص ما زيدش نخطب. قالوا خطبت 7 وكاع دي زانجينيور، قالوا كاع دي زانجينيور كسوا في الدومين ديالي ولا في دوطخ دومين، مي ما قبلونيش. قالوا انا حسباتي يحوسوا على واحد قاري واحد. قالوا نو، قالوا اون ديغي ميم لو فيزيك عندو لامبورتونس ديالو. يا صح ميم لو فيزيك عندو لامبورتونس، مي با اسو بوان، باسكو الزين مع الوقت يروح، الصحة مع الوقت تروح، مي الله غالب كاين ناس ما يديروش هاد الحساب. عاودو نوليو الحكاية ديالنا. محمد صديق سمير قال له ما تفقدش العمل، نعرف واحد الشيخ يسكن في الدوار كما حنا نقولوا في الريف. قال له عنده بنت لكن بنته ماشي قاريه. قال له ما تعرف تكتب، ما تعرف تقرا. قال له لكن بنت فاميليا. قال له اه. قال له اتكل على ربي وراه شوف هذه. محمد صديق سمير راح لهذاك الشيخ قال له فوالا يا شيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام. قالوا عندي صديقي حاب يخطب بنتك. قالوا على بركة الله. قالوا لكن صديقي معاق حركيا.
لو قال لي انا ما نعطيكش الراي ديالي، قال له لازم نسقسي بنتي. دخل للدار سقسى بنتو على فوالا، وجاوك الخطابه مي معوق ما يمشيش، وعندو مرض العضلات. الحاجة الوحيدة اللي طلبت من أبوها يسأل محمد، قالت له سقسيها أسكو يقدر يجيب الأطفال. قالت له لأنني أريد أن أتزوج وأكون أم. قالت له الإعاقة؟ قالت له ما على باليش بها. قالت له الإعاقة كاع نقدروا نوليو معاقين، كاع نقدروا نمرضوا، المرضى ربي اللي عطاه، ما عطاهش لعب. باش تشوفوا الفهامة، هادي إنسانة ماشي قارية، تعرف تكتب ما تعرف تقرا، مي شوفوا التخمام ديالها كيفاش راح. سقسا محمد، هادي ما فيهاش عيبة، تقدروا تسقسوا أي واحد نورمال، ما فيهاش عيب. من حق المرأة تعرف هاد الشيء ولا لا. راح سقسا سمير قال له إيه. قالوا انا معاق حركي ماشي معاق الجهه الذكريه كما قلنا. راح عاودوا له هذا الشيء، قالوا فوالا واش كاين. عاودوا له لبنتو، بنتو قالت له قول له ما راني قابله. كي قالت له راني قابله، سمير بعت والديه خطبوها له، زوجوا الحمد لله، جابوا بنتان. أبخي كلكو زاني وافته المنية، الله يرحمه ويوسع عليه. أنا بهاد الحكاية اللي حكيت لكم، أنا حاب نلحق لكم واحد الميساج لي جامي لا تحقر لونديكابي، وجامي لا تمنعو من حاجة راه حبها. سيرتو معاق مادابا يكون عندو ولادو، مادابا يسمع كلمة بابا، هذا ما يشوف ولادو يقراو يديهم لمسيد، باسكو هذا الانسان مهما كانت عنده اعاقه كان يدي اطفاله للمدرسه، يديهم صباح كي يجي راح يخدمها، قبل ما يلحق من الخدمه يلحقهم للمدرسه وراح يخدم، كي يخرجوا مرتو اللي تخرجوا. مي هذاك لو بليزير تاع الاب يدي وليدو للمدرسه مع صباح، جوبونس الاباء كاع يحسوا لهذاك لو بليزير. كيدي وليدو ولا كيلحق العشيه من الخدمه، ولادو يسناوه قدام الباب. راني حايب نلحق تاني ميساج لهذيك الطفله اللي كتبت لي لو كومونتير، نقولها برك حاجه، الا راكي ضامنه حياتك كاع تعيشي بصحه جيده، راكي غلطه، باسكو واحد ما على بالو كاش راه رايح يعيش والصحة ديالو اسكو تقعد ولا تروح. عندي حاجة واحدة برك نوكل عليك ربي، وانا من عندي مراكش مسامحة لا دنيا لا اخرى على هاديك الكلام اللي قلتيه. انا راني نقول هادي ماشي بارميشونستي، مي باسكو الكلمة اللي قالتها لي قاستني بزاف. فوالا جيسبر كو الحكاية هادي لحقت ان ميساج، جيسبر الحكاية عجبتكم. تاني إلا عجبتكم ما تنسوناش فلي لايك ولي كومنتار، إلا ما راكش مابوني هاي ديك الدويرة هادي ما تنساش كليك عليها، وإلا ما شفتش الحكايات لي فاتو كليك هنا، ما تنساش تصلي على الرسول. سلام.